برنامج العمل المقترح على المغرب من طرف الاتحاد الاوروبي برسم السياسه الاوروبيه للجوار للنواب عبد الرحمن عمراني عبد الجليل بوغطاسه ومحمد القادي الطائري من الفريق الاشتراكي. تفضل سيدنا السيد عمراني. تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والساده النواب المحترمين. سيد الوزير، تشكل السياسه الاوروبيه للجوار التي اقر الاتحاد الاوروبي منطلقاتها واهدافها وبرامجها إطارا جديدا للعمل مع الشركاء المتوسطيين وبلدان وسط وشرق أوروبا، ويستفاد من تصريحات مختلف المسؤولين الأوروبيين المعنيين بتوضيح مرامي هذه السياسة أن هذه الأخيرة ستشكل نقلة نوعية في مسلسل برشلونة الذي تم الاحتفاء مؤخرا بذكرى انطلاقته العاشرة. وفي إطار تفعيل سياسة الجوار الأوروبية، اقترح الاتحاد الأوروبي على المغرب برنامج عمل كان ذلك من طرف المفوضية الأوروبية بتاريخ 12/5/2004، وهذا الإطار يقع في الزيادة من 36 صفحة، ويبدو أن الغرض المتوخى هو توفير الشروط التي من شأنها ضمان تأهيل مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية والعدل والصحة والإعلام إلى آخره، ضمانا أو وصولا إلى موعد التحرير الشامل للمبادلات في أفق 2010. ويظل الهدف فيما يبدو هو الوصول إلى مستويات متقدمة من الانسجام بين أداء هذه القطاعات في المغرب وأداء مثيلتها في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، علما أن هذا البرنامج المقترح على المغرب لا يتضمن لدى قراءته، شخصيا قرأت هذا البرنامج، لا يتضمن التزامات مالية واضحة من الطرف الأوروبي. كل ما هنالك أنه يشير إلى ما يسمى في هذا التقرير بالوسائل، وسائل الجوار أو الوسائل الجديدة للجوار، والتي ستعود الميضة، برنامج ميضة، والتي لا ندري أو لا نعرف بالضبط ما هي انعكاستها بالنسبة لأفق التعاون مع المغرب. انطلاقا من هذه الحيثيات بسرعة حتى أبقى في الوقت، نسائلكم السيد الوزير أولا، ما هو تقديركم، ما هو تقدير الحكومة لبرنامج العمل المقترح على المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي برسم السياسة الأوروبية الجديدة للجوار؟ ثانيا، ما هي الخطوات المعتمدة من طرف بلادنا لضمان ولو حد أدنى من الانسجام الذي تتطلبه هذه الوثيقة بالنسبة لمختلف القطاعات التي أتيت على ذكرها؟ وشكرا. شكرا سيدنا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة النواب المحترمين، سيدات وسادة النواب المحترمين، أشكر في البداية السادة النواب على تفضلهم بطرح السؤال حول السياسة الأوروبية الجديدة للجوار التي تتوخى إقامة علاقات موسعة معمقة وفاعلة مع مجموعة من الدول من شرق أوروبا كروسيا أوكرانيا ومولدافيا ودول الجنوب المتوسط. وللتذكير، فإن فلسفة هذه السياسة ترتكز في الجوهر على تطوير العلاقات مع دول الجوار المباشر على أساس إرادي وإيقاعات اندماجية مميزة تمكن كل دولة شريكة من تحديد كثافة مستوى علاقتها مع الفضاء الأوروبي في قطاعات متنوعة. وللتذكير كذلك على أن هذه السياسة تعزز الإطار للتعاون الأوروبي المتوسطي الذي يعلم الجميع من جهة يعني مبني من جهة على اتفاقيات شراكة ثنائية مع كل دولة، ومن جهة أخرى على عمل جماعي جهوي مع جميع الدول المحيط أو البحر الأبيض المتوسط بشكل جماعي وفي آن واحد، أي في نطاق مسلسل برشلونة. فتأكيد على أن سياسة الجوار هي إذن إطار ذو قيمة إضافية بالنسبة للتعاون الأوروبي المتوسطي الحالي وليس بديل عنه. واعتبار لتجاوب هذا التوجه الأوروبي مع مبادرة صاحب الجلالة بشأن تخويل بلادنا
وضعا متقدما. توصلنا بعد عدة جولات من المحادثات إلى خطة عمل شملت جميع القطاعات المعنية وأخذت بعين الاعتبار الأولويات التنموية للمملكة المغربية. وستنيد هذه الخطة المبرمجة ما بين 3 و5 سنوات على جوانب أساسية تتعلق فضلا على الحوار المعزز في مجالين السياسي والأمني، على دعم التعاون في ميادين الاقتصادي والتجاري، تحقيق ولوج تدريجي أفضل للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، إعطاء الأسبقية للبنية التحتية لإنجاز شبكات النقل والاتصالات، تعزيز التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتواصل بين المجتمع المدني، وأخيرا إمكانية مشاركة المغرب في بعض البرامج والوكالات الأوروبية. نعلم كذلك على أن المجلس الأوروبي قرر ميزانية في الأسبوع الماضي بالنسبة لبرمجة ميزانية الداخلية والخارجية في الفترة ما بين 2007 و2013. على المستوى العملي والوطني، فمن شأن استحداث هيئة خاصة بين وزارية تأمين السهر على تنفيذ المحكم والجيد لخطة العمل. وشكرا. شكرا.